ستتابعون معنا على الشاشة عدد الإجابات التي وصلت للبرنامج 41887، عدد الإجابات الخاطئة 13950، والإجابات الصحيحة 27937. المفروض الكل يجاوب إجابة صحيحة، وخاصة أنه حاولنا نساعدكم في نهاية الحلقة. إن شاء الله من حلقة اليوم تكون الإجابات الصحيحة أكثر. الآن سنجري القرعة ونختار أول الفائزين، وقيمة الجائزة 50000. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 774657982. مبروك إذا لصاحب الرقم 774657982. الآن سنختار أيضا الفائز الثاني، وقيمة جائزته 50000 ريال. وبسم الله نختار الرقم الثاني. مبروك لصاحب الرقم 7365722276. مبروك لصاحب الرقم 7365722276. نجري السحب ونختار الفائز الثالث بسؤال قرعة، وقيمة الجائزة 50000 ريال عن سؤال أمس، وكانت الإجابة صحيحة لاختيار رقم 3. وركزوا يا جماعة وجاوبوا بشكل صحيح. والفائز الثالث بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 770710960. إذن مبروك لصاحب الرقم 770710960.